يضيف فرن بليت إن كهرباء من أريستون إطلالة أنيقة على مطبخك، لأنه بيتميز بتصميم من الستانل ستيل حجمه 60 سنتي، والبوتاجاز مزود بمقابض وشبكة واحدة وصينية. وبكده هيكون البوتاجاز ده أهم جهاز في مطبخك اللي هيساعدك على توفير الوقت والمجهود. هنتكلم عن مواصفات فرن بليت إن كهرباء أريستون 60 سنتي. 1. سعته 59 لتر وخمس برامج طبخ مع شواية. 2. مزود بمقابض وشبكة واحدة وصينية. 3. مزود بجهاز سوفت كلوزنج، وهو نظام يستخدم مفصلات الجيل الجديد لمرافقة باب الفرن بلطف وتجنب غلقه. 4. به إرشادات خاصة بالشواية عند إخراجها من الفرن، تجعل من السهل والآمن التحقق من كيفية طهي الطعام، كما أنها قابلة للغسل في غسالة الأطباق. 5. تستخدم أريستون مينا من فئة AA، مقاومة وسهلة التنظيف لتغطية التجويف الداخلي ووعاء التنقيط، ويتألف من غطاء خسفي ملحوم بالمعدن عند درجة حرارة انصهار تزيد عن 850 درجة مئوية، وهو مينا أكثر مقاومة للتآكل ودرجات الحرارة العالية ب4 مرات. 6. يستخدم في طهي الأطعمة المختلفة مثل الأسماك والكعك في درجات حرارة من 50 إلى 250 درجة مئوية. 7. فرن أريستون 60 سنتي مجهز بجهاز أمان مبتكر باستخدام آمن تماما. سعر فرن بليت إن كهرباء أريستون 60 سنتي 6499 جنيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واعملوا اعجاب ومشاركة علشان يوصل لكل الناس علشان يستفيدوا، وتابعونا على الموقع الرسمي للقناة على جوجل، والرابط هتلاقوه اسفل الفيديو. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.